حطني عندي زيت وملعقة طعام زبدة وبصل مفروم ناعم. أنا لأني ما راح أخلطه بالخلاط ف يعني حرص من البداية إنه يكون ناعم حيل كذي عشان ما نخلط يدوب بعدين بالحماس معنا. أول ما معنا البصل نضيف الثوم، ملعقة طعام ثوم وفلفل أحمر مجروش شوية. بنضيف معجون طماط، وايد سهلة هي، يعني ما يعادل ملعقتين طعام. نحمص المعجون أول شيء، عندي هني نص كوب ريش منقوع، عصير منقوع نضيفه. هو طبعا اللي ريش بثقلها، بس انا بحط بعد شعرية كذي، ربع كوب شعرية. يعني مثل ما قلت لكم انا ما راح اخلطها. اوكي، نحمس كذي في البداية. وعندي هني حبة جزر واحدة خذناها، نحمس كل الحمسة اول شيء. احنا لان فايحين دياي عندنا حق وصفة ثانية، فدايما انا لما يعني اسوي الدي اي اذا فحته وكذي اخذ من عنده واستغل الماي ماله، اذا ما ابي اشبس على عيش ولا شيء استغله حق وصفه ثانيه. بحط دي اي، يعني كذي نقول صدر كذي مقصصينه. التوابل اللي بحطها ملح وفلفل اسود ولومي، يعني كل واحدة نص ملعقة. انا ما راح اضيف ملح وايد لاني بضيف ماي دي اي، فبعدين نضيف اذا حسينا ان احنا محتاجين زيادة نضيف. نضيف الحين شبنت يعطي طعم وايد حلو، او كزبرة. بس شبنت مع الشوربات، يعني انا جربتها صراحة يعطي نكهة عجيبة. ونضيف ماي دي اي، طبعا نقدر نضيف ماي بعد زيادة، ماي عادي، بس احنا يعني عشان الطعم نضيف ماي دي اي. الحين نخليها كذي نص ساعة. طبعا راح الحين اخليها مدة نص ساعة على نار هادية لما تثقل معانا ويثقل معانا القريش، ونحط اخر شيء عصير ليمون ونشوف اذا تحتاج ماي زيادة. بس كذي كملت معانا، خليها لوقت التقليب. هذه شوربتنا خلصت، حطيت فوقها ليمون واشتري كثافتها في الوز، حطيت على الماي. بس جربوها وايد بفجوكم.